ليش الإمام الحسين ما أخذ فاطمة العليلة وياه للعراق بينما أخذ الإمام سجاد وهو مريض؟ للإمام الحسين بنتين باسم فاطمة، فاطمة الكبرى والثانية فاطمة الصغرى، وهي فاطمة العليلة التي تركها الإمام الحسين بالمدينة لشدة مرضها. قال هذا وصلنا واستقر بنا الحال سوف أرسل إليك عمك العباس أو أخيك علي الأكبر لكي تكوني معنا. حاولت تروح وياهم بكل الطرق، كان جواب الإمام الحسين عليه السلام أنه هذا أمر لابد منه. وبقيت على هذا الحال إلى أن قتل الحسين، حيث تذكر الرواية أن غرابا جاء على شرفة بابها ملطخا بالدماء، وحينما رأته علمت بمقتل الحسين فبكت ونعت الحسين إلى أهل المدينة، فقالوا لها جئتينا بسحر عبد المطلب، ولم يصدقوها. إلى أن جاء بشر بن حلدم إلى المدينة يجمع الناس، فقالت له يا عم الخبر؟ قال لا، الخبر عند قبر رسول الله. فقالت له يا عم إني مريضة ولا أقدر على المسير. فقال لها عظم الله لك الأجر في مقتل أبيك الحسين. أما الإمام السجاد فقد تمرض بيوم العاشر قبل معركة الطف، لذلك اصطحبه الإمام الحسين عليه السلام. أنا مصطفى طالب، ويا راح تعرف معلومات أكثر عن كربلاء. هاي صفحتي، تابعوني.